11 سنه. جميل جدا. هستنى عبير تكلمني تاني نقول لي ناس. باي 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 يا سندريلا. وي يا سندريلا جت. بشر ولا حاجه في ملامحك تشبه للقمر. جيت الدنيا ازاي ومنين انت ايه؟ جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي؟ جيت الدنيا ايه ومنين انت ايه ده الو زيك يا ربنا. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. انت غيرت الشميز؟ الشميز؟ ايوه جبت ب4 جنيه بقى شميز جديد. ده شميز ده؟ ايوه واشتريت طبلة. والله بجد بال4 جنيه؟ ايوه وبغني دلوقتي وبعبي شريط. بيعبي شريط؟ ايوه. اهلا بيك. احنا لسه ما اقترحناش يا جماعة اسم على الراجل ده، بس بسرعة واحنا بنفكر واحنا بنسجل ارقامنا عشان نقول نحن 5 في بيروت و6 في طرابلس و3 في مصر، فمن نحن عشان الجايزة 5000 دولار والكمبيوتر بيختار أكتر واحد موجود معانا وبيسجل رقمه كتير ويقول لي إجابته. الناس الموجودين على الشات يقترحوا اسم للراجل ده علشان أنا غلبت فيه وكل أصحابنا غلبوا. حالا كل واحد موجود على الشات يقترح اسم للراجل ده. مع العلم أنا مطرب دلوقتي وبعبي شريط. بعبي. ركزوا بقى بسرعه، واهم حاجه الناس اللي على الشات ما تكتبش اجابات. طبعا الناس كلها عارفين وقالوا متفقين يا سندريلا، والاستاذ قال امبارح متفقين تاني. نحن 5 في بيروت و6 في طرابلس و3 في مصر.